تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهاليوم الجديد من هذا الأسبوع اللي بس باقي يوم على الخميس الونيس، نصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي من خلال قناتنا المتميزة قناة نور دبي. اسمحوا لي في هذا الصباح أني أول شيء أرحب بالموجودين معاي اليوم في الإعداد حمد المعيوف، وفي الإخراج ساعدني محمود رحاب المروشد. رحاب المروشد، سامحينا يا رحاب نسينا اسمك اليوم. وطبعا دائما دائما معاي وانا معا دائما في الاستوديو زميلي محمود يوسف. صباحك الله بالخير يا محمود. صباح الخير دكتورة، وصباحكم الله بالنور اعزائي المستمعين، واسعد الله اوقاتكم بكل خير في هذه الحلقة المتجددة بكم من صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. إذن 4006 عندنا العديد من المواضيع الشيقة، واليوم حتى بنصير يعني بناخذ لنا جولة على واحد من المراكز الصحية المتميزة عندنا في هيئة الصحة بدبي. ولكن قبل ذلك دكتورة خلينا نروح على الرسالة الصباحية الخاصة بالتواصل الاجتماعي وحسابات التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. رسالتنا الصباحية تقول: كثرة لوم الذات لن تجعلك تتعلم من أخطائك ولن تجعلك أفضل، بل التعلم من أخطائك هو ما سيجعلك كذلك. ها؟ والله رسالة مهمة مثيرة للاهتمام، كثرة لوم الذات. فعلا محمود ترى الواحد لما يقعد يشوف أخطائه بس يتم هو الفكرة، لما الواحد يشوف أخطائه مو بنقعد يلوم ذاته. تلويم الذات ترى لا يساعدك على التقدم إلى الأمام. الفكرة أنت تشوف أخطائك أو تشوف حياتك عشان تتطور وتتحسن، تشوف وين نقاط الضعف، شو الأشياء اللي أخطأت فيها عشان تحسن من نفسك. جميل. أحيانا دكتورة الواحد لما يجي أي انتقاد في شكل معين يأخذه بشكل شخص أن هذا الإنسان يحاربني، في حين أن لو شاف الانتقاد هذا أنزين بشكل إيجابي بيقول لا بالفعل يعني هذا الموضوع يمكن فرصة للتحسين بالنسبة لي. نحتاج أعتقد نقف مع أنفسنا صحيح. بين فترة وفترة أن نشوف أحيانا ممكن نخطئ، واللي صحيح. يخطئ يعني يعمل صحيح. مو بأنه ما يعمل أكيد. اللي يالس ما يشتغل هذا ما يشتغل ما يغلط. اللي ما يشتغل ما يغلط، يعني هذا شيء زين ولا لا؟ شيء مو زين. يعني يقولون يعني واحد لما يرتكب اخطاء فدائما نقول الا ما يشتغل ما يغلط. إيه لو يغلط يغلط يتعلم من اخطاء، بس مو كل مره نفس الخطا نفس الخطا. لا هذا أكيد. يعني ما يطور من نفسه، هذا معنى ما يطور من نفسه. صحيح. عموما هذه كانت رسالتنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بهيئه الصحه بدبي. عندنا طبعا اليوم بتكون العياده الذكيه، وهذه مبادره قامت بها هيئه الصحه بدبي لنشر الوعي الصحي ونمط الحياة الصحية عبر قنوات التواصل الاجتماعي. اليوم أعتقد موضوع عن آلام أسفل الظهر إذا ما خانتني الذاكرة. وأمس كان في حملة فراشد بعد نصف فراشد عشان آلام أسفل الظهر، ووايد ناس راحوا ومتعاملين كانوا سعيدين جدا. يتني يعني بعض الملاحظات كان جدا جميل. سعيدين. اليوم اللي يبغي يتواصل مع العيادة الذكية ممكن من خلال حساباتنا في التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai DHA_Dubai أو على وسم العيادة الذكية العيادة_الذكية أو السمارت كلينك يعني. أيضا حساباتنا في تويتر انستغرام وسناب شات والبريسكوب هذه كلها بتغطيها مثل ما قلنا DHA_Dubai، لكن أيضا بعد ما نحاول نحط لكم بعض المواضيع الخاصة بالعيادة الذكية وغيرها من الأنشطة على الفيسبوك لينكدين يوتيوب
عبر حسابنا دبي هيلث أثوريتي، دبي هيلث أثوريتي. طيب دكتورة، يقول لك في عندنا خبر يقول توصل مختصون أمريكيون إلى أن البوضة أو الآيس كريم قد يسبب مفاعيل سلبية في منظومة القلب والأوعية، والمثلجات تتمتع طبعا بشعبية كبيرة، مع أن المنتجين يدخلون فيها شوائب كثيرة مضرة لصحة الإنسان في تركيبته. وقد صرح الباحثون الأمريكيون بأن المنتجين بدأوا بإضافة شوائب غذائية بينها ما لا يتسبب وحسب بالسرطان، بل قد يسفر عن مشكلات في منظومة القلب والأوعية أيضا، فتوجد في المثلجات بدائل للسكر وعوامل الاستحلاب ومقويات للذوق وأصباغ ودهون غير طبيعية في قائمة الشوائب التي تدخل في مكونات المثلجات، وقد تكون هذه الشوائب خطرة جدا على من يعاني من الوزن الزائد وازدياد الكوليسترول في الدم ومشكلات في الكلى والمرارة. وأشار المختصون إلى أن محبي المثلجات من الأفضل أن يعدوها بأنفسهم على أساس المكونات الطبيعية، أما الشوائب التي يمكن إضافتها إلى المثلجات فيجب أن تحتوي على متعددات الفينول مثل الجوز، اللوز، البندق، كاكاو، الشوكولاتة، وفي حال إعداد المثلجات بهذه الطريقة فإنها ستفيد جسم الإنسان بشرط تناولها بكميات معتدلة. نحن دكتورة أتذكر على أيامنا لبن حطيناه في الثلاجة زين في قوطي كذا وحطينا في ستيك طلعنا استوى ايس كريم. ايس كريم احلى ايس كريم هذا. ها احلى ايس كريم ترى، هذا هو المفهوم اللي الحين طلع عليه الروب المثلج او الفروزن يوغرت، يعني يس. نفس المفهوم. فاحنا دائما نقول خذوا المثلجات الصحيه اللي هي اللي احنا نقول عنها الروب المثلج او فروزن يوغرت. انزين الحين دكتوره احنا اعتقد محتاجين ان يكون في عندنا وعي اكثر بمثل الاشياء اللي ممكن ناكلها. صحيح. كان 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 في برنامج يتحدث في عن عن, عن طريقه نمط الحياه الصحيه زين، فكان يتكلم عن شغله معينه، يقول انت ممكن تدفع في الاورجانيك فود بيزات زياده صح، لكن اذا مرضت بتدفع بيزات اكثر. اكيد اكيد طبعا، هي هذه وقايه افضل من قطار علاج، نفس المفهوم على هذا محمود. صحيح. عموما بعد الفاصل دكتورة اكيد عندنا مواضيع شيقه، شو عندنا عقب الفاصل؟ عندنا ان شاء الله لقاء مع دكتورة عفاف الهاشمي للحديث عن مركز ند الشبه الصحي. جميل. ارقام التواصل معنا اللي عنده اي ملاحظه اي اقتراح اي ممكن. شكر لمركز ند الشبه بعد، اي شكوى، شكر اي شكوى بعد. انا ما افتح شكاوي اقول بس شكر. اللي يبغى يتواصل معنا عبر البرنامج عنده اي استفسارات بخصوص مركز ند الشبه الصحي ممكن على الرقم 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على الرقم 4006 فاصل وراجعين. ان شاء الله راجعين. صحه وسعاده. ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما قلنا لكم قبل الفاصل إن بنكون مع نتكلم عن مركز ند الشبه الصحي. طبعا هذا المركز الجميل اللي يقع في قلب دبي قديما، يعني مركز ند الشبه. معانا الحديث عن المركز، الخدمات، الاعتمادات، كل المعلومات تبونها عن مركز ند الشبه. معانا في الاستوديو الدكتورة عفاف عبد اللطيف الهاشمي مديرة المركز. صبحت الله بالخير دكتورة عفاف. الله بنور والعافية. ما بقول نور الاستوديو، محمود يزعل يوم أقول، بس نورتي الاستوديو. لا لأنه هو منور. نورتي صوبنا. منور بوجودكم. على طاري النور. في لمبة خلوان. أوكي ما بقول خلاص، قالت لي ارحب لا تخبر حد. عموما دكتورة عفاف، نحن متعودين كل يوم أربعة نستضيف مدير مركز من المراكز الرعاية الصحية الأولية أو حتى مركز من المراكز المتخصصة، يحدثنا عن المركز، عن يعني الخدمات اللي يوفرها، وأيضا عرف الجمهور بالخدمات اللي تتوفر في هذا المركز. فيا ليت تعطينا فكرة عامة عن أهم الخدمات التي تقدم في مركز ند الشبه. في البداية أشكركم لاستضافتي اليوم، وأحب أقدم نبذة بسيطة عن المركز. مركز ند الشبه الصحي يقع في منطقة ند الشبه الأولى، مجابل مركز الشرطة في ند الشبه.
مركز قديم صار من سنة 1991 يقدم خدمات كثيرة. حالنا حال المراكز الثانية من الخدمات اللي يقدمها المركز الصحي عيادة طب الأسرة، خدمات التمريض، خدمات التحاليل المخبرية، عندنا عيادة رعاية الحوامل، صحة الطفل، عندنا عيادة جديدة فتحناها اللي هي عيادة أمراض النساء، هي مرة في الأسبوع، وعندنا عيادة كبار السن، عيادة السكر، عيادة التغذية، ونحن نمتاز بالزيارات المنزلية. عندكم زيارات منزلية لأهالي المنطقة. شو المنطقة الجغرافية اللي تغطونها دكتورة؟ احنا نغطي ند الشبة الأولى، الثانية، ند الشبة الثالثة، وند الشبة الرابعة. نغطي منطقة وادي الصفا الثانية، وادي الصفا الثالثة، ووادي الصفا الرابعة والخامسة. عندنا الروية الثانية والجوز الثانية. جميل. جميل. هاي أهم الخدمات. لو تقولين بخصوص الخدمات اللي وفرها المركز للأطفال بشكل خاص، اللي توقع هي الفئة الأكبر في كل مركز صحي عندنا في الهيئة. نعم، إحنا عندنا خدمة صحة الطفل، والحمد لله، لأن إحنا حين بادي نغطي مناطق جديدة بادية في التوسع، مثل الويسز اللي هي واحة السيليكون، معظم مناطق الانترناشنال سيتي من جهتنا، فعندنا نسبة كبيرة من المواطنين والغير مواطنين يون يراجعون صحة الطفل. في صحة الطفل يتم فتح ملف للطفل المولود، تطعيمات للطفل، واستحدثنا بعد عيادة جديدة آخر 5-6 شهور، عيادة طب الأطفال. جميل. غير الزيارات هاي اللي للتمريض ولطبيب صحة الطفل. جميل. قبل الطفل خلينا نتكلم عن الحوامل. نعم. أي صح، بالترتيب نمشي. أي بالترتيب. أي طبعا. الحمد لله نسبة الحوامل اللي عندنا نسبة كبيرة، يراجعون المركز، والحمد لله الهيئة كلها بصورة عامة تقديم خدمات الحوامل ورعاية الحوامل. هاي شراكة ما بيننا وبين مستشفى لطيفة. جميل. فنقدم الباكج حقهم. عندنا نسبة كبيرة من المواطنين وغير المواطنين. جميل جميل. وعندنا عيادتين في الأسبوع، ووفرنا عيادة بعد في فترة ما بعد الظهر للحريم العاملات. جميل. شو أكثر شيء يميز مركز ند الشبة؟ شو تحسينه مميز؟ مريح. وايد إيزي إن المريض يدخل يحصل الخدمة بسرعة، ما في تأخير وايد. المركز ملموم، قريب وايد لأهالي المنطقة، بين منطقة سكنية، ويمكن بعد في اسطبلات خيول. لا هي في واحد. كنا نتكلم عن مركز الخوانيج من فترة دكتورة، فكانت بعض الأمراض اللي كانت تتحدث عنها الدكتورة علا عن أن في أمراض معينة خاصة في فترة الشتاء المركز دائما ما يلاحظ وجود مثل هذه الأنواع من الأمراض. ما أدري أنتوا عندكم في أشياء ثانية، وأنا يعني أنتوا قريبين شوية ند الشبة والخوانيج، تقريبا نفس الاريا ونفس البيئة تقريبا. احنا تستوي عندنا مواسم اشياء، يعني مثلا احينا هالايام عندنا مواسم لدغ الحشرات. انا عدالي 4 مدارس اللي هي مدرسة راشد ولطيفة الخاصة، فاللدغ عندهم زيادة، وفي عندنا يهاليون بتحسس انافيلاكسيس اللي هو التحسس الخطير. من اسبوعين كانت عندنا حالة خطير تعتبر إمرجنسي، فهاي من يعني نقدر نقول شهرين تينا حالة أو حالتين. طبعا وجود كون عندكم في مزارع واسطبلات، مزارع طبيعة المنطقة. صحيح. يعني صحيح. طيب في هذه الحالة شو ممكن ننصح الأهالي دكتورة، وننصح الجمهور أنه شو يسوون بالضبط على أساس يقون أنفسهم من مثل هذه اللدغات أو هذه الأمور اللي ممكن، يعني أنا سمعت أن حتى هنالك يعني لدغة الحشرة ممكن تسبب لوفاة مثل ما تحكي. هاي ممكن يكون من سمسوم. أي واحد يكون عنده حساسية ممكن. أكيد. فشو ممكن ننصح الأهل بخصوص اللدغات؟ أول شيء التهوية في البيت والنظافة، وبعدين قضاء الحشرات بالمبيدات الحشرية لما يكون الأطفال خارج المنزل، مثلا إذا كانوا في المدرسة أو شيء، يتم رش الأماكن. جميل. يعني يقول الأطفال اللي هم عندهم تحسس، إحنا نوفر لهم هذا القلم اللي ممكن يخلوا لهم إياه ويأخذون مستشفى دبي.
جميل جميل. قلم التحسس قلم الإبنفرين وقلم لو الشخص اللي عنده حساسية شديدة ممكن تؤدي للوفاة من شيء معين يشيل القلم دائما معه إذا جت له نوبة التحسس عشان ما تتسكر عند القصبات الهوائية يضرب نفسه في الفخذ بهالقلم يعني يعدي نوبة التحسس نوبة الحساسية. الطفل الحين وين يعرف هذا الشيء؟ يعرفونه ما شاء الله الأطفال أذكياء يعرفون يضربون عمره إبرة السكر فهذا وايد أسهل. هذه إبرة تنحط بس في الفخذ على طول وقلم ينعطى للواحد اللي يتكرر معه التحسس مو بأي واحد يأخذه مو بأي حد بس انتو تدربونه وتفهمونها أكثر من مرة على أساس أن هذا أصلا لأن هاي حالة مخيفة للأهل للمدرسة حتى المدرسة الحين صار تواصل ما بيننا وبينهم إنه يبغون نوفر لهم إياه فإن شاء الله القريب يكون في المدارس اللي جنبنا على طول. جميل جميل جميل. ذكرتيني واحد من الشباب عندنا يتحسس من السي فود وهذا يحتاج هذا يحتاج يكون مع القلم لازم إذا تحسس شديد لازم يكون لأنه ممكن يأثر على قصبات الهوائية تتضخم فينسد عنده مجرى التنفس وهنا الخطر. بس نقول حق محمود الناس تقول يعني كيف الحساسية تموت الإنسان؟ تسوي ورم في القصبات الهوائية فتتسكر ممرات الهواء فهني هالي ينقص عند نسبة الأكسجين هالي سبب الوفاة. أوكي ممتاز. طيب هنا هذه بالنسبة للعيادات ولكن دكتورة في أمراض ثانية أو شغلات ثانية ممكن نتحدث عنها سواء كانت هاي الفترة ولا الفترات الثانية؟ في إصابات بما أنه يمكن مزارع وسطبلات في عندنا من عمال البلدية يونا من الصبح يعني اللي تكون عنده تينا حالات جلطات من الصبح من عمال البلدية مساكين اللي يشتغلون أيام الصيف تينا ضربات شمس مو بالنماتيتي لكن أنتوا عندكم القدرة أنكم تعالجون وتقدمون الخدمات عندنا غرفة مجهزة فيها هالأشياء طبعا جميل. إحنا نسوي ليه ما تستقر الحالة وننقل على طول بالإسعاف لكن أطبائنا عندهم الخبرة أنهم يعينون هالحالات ويعطون علاجات الأولية اللازمة يعني شفت استقر الحالة وتم نقلها. جميل. دكتور جميل. تحضرت أرقام وإحصائيات اللي كانت في 2016 وقبل يعني كم عدد المرضى شو أهم الأرقام والإحصائيات اللي يعني تقدر تقول إحنا معدل المرضى يونا يوميا بحدود 100 بلس ماينس 10 تقريبا في الشهر بحدود 2000 في السنة ما بقل عن 24,000 مريض ما شاء الله. إيه نعم. إيه عدد كبير. أعتقد الحين بعد اتساع الرقعة الجغرافية في هذه المنطقة ممكن يزيد بشكل أكثر. نعم. بسبب اتساع الرقعة يعني ارتأت هيئة الصحة بدبي نحن ياسين ندرس موضوع إنشاء مركز كبير متطور في وايد خدمات يخدم ويلبي احتياجات المجتمع فإن شاء الله نتأمل في القريب خلال السنوات القادمة يكون في مركز ندش بيديد على مستوى عالي من إن شاء الله إن شاء الله أكيد يحتاج. التوسع العمراني في دبي كبير فلمواكبة التوسع العيادات الصغيرة تبدأ تتوسع شوي شوي لاستيعابها وتوفير الخدمات الصحية والله عياداتنا مو بصغيرة دكتورة ما شاء الله يعني حتى المباني القديمة لو بتشوفين يعني مصممة بتصميم جميل محمود بس الحين نحتاج بعد نتوسع أكثر التوسع السكاني عندنا وايد كبير وسريع في دبي. أنا ليش أقول هالكلام اللي شفته برا دكتورة يعني مستشفى كبرى وهذا ما هي ربع مركز صحي بالضبط مراكزنا الكبيرة هني ما شاء الله بحجم مستشفيات برا أكيد صح. بس إحنا لازالوا أهالي المنطقة يقولون دكتورة لا تطلعون لا تغيرون تموا هني إحنا راضين باللي تقدمونه والحمد لله صارت التجديدات وايد حلوة في المركز تجديدات كاملة يعني في الهيئة يعني ما قصروا تم صبغ المركز تبليل وايد أشياء أرضيات الناس اللي تدخل المركز تقول هذا مركز جديد ما تقول هذا عمره أكثر عن 25 سنة. الناس مستانسة على المركز لأنه في الفريج مثل ما يقولون يتعودوا على في الفريج إنه خطوتين من بيوته فالناس فيها حتى الناس ممكن تيمشي لمركزكم كذا ما هو في الفريج فعشان شي ناس تخاف إنكم تطلعون من هالمكان بالتالي يفتقدون هالحميمية في المركز. أكيد لا هو طبعا المكان بناسه أكيد أكيد محمد دكتورة المكان أكيد. بناسه يعني أكيد. في فرق ما بين ند الشبة والبرشة كل مركز لخصوصيته لأن احنا نتحدث بأمانة عن خدمات صحية وأيضا يعني أتذكر دكتورة كنت صدفنا عن حد كان يحدثنا عن الليسيري فمديرة المركز قالت لي أنا عندي صفر نسبة الشكاوي عندها صفر قلت لها عفوا دكتورة إذا كان صفر ففي مشكلة عندي أنا في هذا الموضوع
ليش؟ لأن مستحيل يكون ما في حد يشتكي. شوية ويجيني مسج واحد قال لا نحن نشتكي بس مديرة المركز تتصل فينا تحل الموضوع وتقول لنا لا تشتكون. طيب إذن هناك متابعة كبيرة، هي كانت تتحدث أن أهالي هذه المنطقة هم ناس يعني طيبين لطيفين جدا وطيبين لدرجة أن الواحد بس يبغي الخدمة الزينة، وهذا نحن نوفر لهم. صحيح. بالفعل هذه لاحظتها في معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية أن معظم مدراء المراكز يتواصلون بشكل شخصي مع العملاء لحل المشكلات اللي يواجهونها. إذن الفكرة هي ليست الشكوى على قدر ما هي إيجاد الحلول. صحيح. للمتعامل وأنه يطلع راضي. أكيد. مثل ما قلت يعني طبيعة الناس في الليسيلي هم نفسهم اللي في ند الشبان، هم نفسهم اللي في زعبير. ناس متفهمين، ناس عندهم ملاحظات. أنا ما أقدر أقول في مركزي نسبة الشكاوي صفر، لا أنا عندي شوية شكاوي، لكن الحمد لله نسبة رضا المتعاملين في 2015 كانت 91%. ما شاء الله. وهالسنة تقريبا الأوفر أول يعني على المراكز الصحية احنا حققنا 90%، والخبر اليوم وصلنا عقب تحليل النتائج. فالحمد لله احنا كثر ما نقدر سواء مديرة المركز المديرة الإدارية نتواصل ويا المشتكية او اللي عنده اقتراح، ودائما نطيب خاطرهم، وبعدين لا تكون لهم وجهات نظر يعني احنا ليش شي سوونا، لما تنفهم ونقرب وجهات النظر. طيب المس كوميونيكيشن عدم فهم التواصل من بين عشان سبت الغاء موعد او شيء، الناس تتفهم والحمد لله تنحل المشاكل. الحمد لله. جزاك الله خير يا دكتوره. نحن وصلنا يعني لختام الفقره هذه، اذا في كلمه تبغين تقولينها محور نحن نسيناه. يمكن المحور المهم بعد اللي قدمه هي خدمة كبار السن والزيارات المنزلية. غير الزيارات المنزلية احنا عندنا نسبة كبار السن كبيرة في منطقة ند الشبا، الله يحفظ شوابنا في منطقة، وما شاء الله عليهم هم في كامل الأهلية يجونا لين العيادة يوصلون. عندنا عيادة مرة في الشهر، وهي العيادة جدا حلوة، نسوي لهم مسح للهشاش، يشوفهم الدكتور عشان الذاكرة، يعني أتوقع ياسين نقدم خدمات زينة. ويوميون طبعا في البداية يعني اللي كان يضحكني شوي نقول حق أي وحدة فوق 60 تبغون تشوفين دكتور كبار سن أو ليش تشوفوني أنا كبيرة؟ كانوا يزعلون، كانوا الحريم لا تقولينها، لا تقولينها ليش يعني، بس لكن الحمد لله يوم يلسون يا الدكتور أو شيء غيروا مسماهم دكتورة. هاي جيدة سينير سيتيزنز نسميها، سينير سيتيزن. قولي لهم يا بالإنجليزي. يعني عيادة هي المواطنين القدامى أو المواطنين، ما مو قدامى لا، لازم ندور لها ترجمة صحيحة. هاي اسم حلو كذا على أساس أنها ولا ما طرشت انت تعالجين عندهم دكتوره. لا يعني حتى لمرات يعني الدكتور لما يشوف مريضه مايا كبير في السن يقول لي يعني يستغرب، فاقول يلا قوم شل عمرك ونطلب السياره ونسير لهم لين البيت نوصلهم. هاي غير الزيارات المنزليه. هذا ممتاز. نعم نوصلهم لين بيتهم. هذه خدمات جميله ومميزه ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك وشكرا. دكتوره عفاف عبد اللطيف الهاشمي مديره مركز مد الشبه، نحن نتمنى ان شاء الله تزورينا مره ثانيه ما تغطين عنا. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا. إذن كل الشكر للدكتورة عفاف. نحن بعد الفاصل عندنا موضوع جميل جدا دكتورة وطرحنا أكثر عن مرة بعد يا ولكن هذه المرة بعد كذلك نحن مركز الموضوع عليه لأنه موضوع وايد مهم الناس يغفلون عنه، وهو الحديث عن الأدوية التي تباع عبر قنوات التواصل الاجتماعي. هذا موضوع جدا مهم. مستمعينا اللي عنده أي مداخلة ممكن يتواصل معنا على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. فاصل وراجعين. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. مستمعين يعني أصبح في الفترة الأخيرة بدت في ظاهرة تنتشر، هي ظاهرة
يعني بيع واستقطاب الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر ترويج لها عبر الإنترنت وعبر هذا الفضاء، يعني مستحضرات مثل تطويل الشعر، علاج أمراض تخفيف وزن، ما أدري كذا، يعني وايد أمراض الواحد يلعبون فيها على الوتر الحساس بالنسبة للأشخاص اللي بالفعل، يعني أنا إذا واحد ما عنده شعر أنزل ويابوا له مستحضر قالوا لك هذا بيطلع لك شعرك أو بيحافظ على شعرك أو بيسوي فيه، هذا الدكتور شو بيركض وراه بياخذه؟ أكيد أكيد أكيد. من هناك يبيع زيت زيتون، هي يقول لك في مواد وفي تركيبات معبنا معبنا في غراش مسوينا كذا على اساس انه علاج طبيعي. اي صح. كل هذه المواضيع من اطرحها على ضيفنا في الاستوديو الدكتور علي السيد مدير اداره خدمات الصيدلانيه في هيئه الصحه بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. اهلين، يعني حذرنا وايد افراد المجتمع من استخدام بعض هذه الادويه الخاصه بالمكملات الغذائيه، كانت حميه انقاص وزن، مقويات جنسيه غير مرخصه، أدويات ومستحضرات يعني يروج لها عبر مواقع إلكترونية. فهنا نبغى نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل. في البداية دكتور ياليت خلينا نتكلم عن الموضوع هذا بشكل عام، شو الوضع؟ الوضع طبعا في الأول تكلمت تاخ محمود في الأول الأخير يعني في ظاهرة صارت عن طريق الإنترنت أو الويب سايتس، وتم شراء أدوية وطلب أدوية وتدخل بكميات. طبعا هاي ظاهرة خطيرة للمجتمع. صحيح ان في عندنا مثلا احنا ثقافة صار منتشرة في المجتمع في المجتمع، لكن الثقافة محدودة، ثقافة ليست طبية وانما ثقافة عامة. صحيح. فاليوم لما انا اشوف يعني ويب سايتات او مسجات او هذه دعاية لاشياء كلها دعاية يعني خاطئة. من يقيمها هذه؟ يا أما يقيمها واحد مختص طبيب أو صيدلاني يعرف يقيم هذا الشيء ويعرف يقول مثلا والله هذا الدعاية هذه أو الإعلان هذا خاطئ. هذا شيء واحد. شيء ثاني طبعا الظاهرة هذه بدأت تنتشر والناس تبحث عن الأسهل، تبحث أن تحصل الشيء وبسهولة وبدون أناء وبدون وصفة. صح. وبالعكس تأخذ حصل أشياء مثلا كنترولد تاخذها عن طريق الويب سايت، ادويه مثلا ما موجوده عن طريق الويب سايت، ارخص من السوق تحصل مثلا، تلاقي والله ياخذ ربع القيمه من الانترنت، والله حصلتها انا. بس هاي كلها هو ما يعي مشاكلها وما يعي خطورتها. صح. ناخذ انت شو هي المشاكل والخطوره دكتور؟ انت ذكرت يمكن مجموعة يعني اعطيت امثله مثلا ادويه التخسيس، بس قبل لا انا ادخل في الموضوع هذا احنا لا ناخذها بشكل سلبي كامل. في بعض الويب سايتات بعض الاماكن صحيح انها هي جيده ويعني محترمه، لكن هذه تخضع الى تقييم. صح. مثلا يجب ان تقيم الويب سايت، هذا يقيم الويب سايت كويب سايت نفسه او اللي بيع من الويب سايت، يعني لازم يكون مثلا معتمد من الدوله، مثلا عنده طبيب او صيدلاني او الاثنين مع بعض يتواصل مع الجمهور مع المشتري، عنده مثلا حاط عناوين، حاط شهادات الاعتماديه كلها هذه. فما انا مثلا ما اي على ويب سايت واقول والله انا باخذ من هالويب سايت هالويب سايت زيد. هذا شيء واحد. اثنين ان احنا خلينا ناخذ امثله على الظاهره هاي وهي خطيره. مثلا اليوم انا اخذ دواء بربع القيمه، وين هذا الدواء؟ كيف نحصل على الدواء؟ هل هذا منتج مغشوش؟ هل المنتج مثلا مزيف او منتهي صلاحيته وانا اللي حطيت عليه؟ صح. او انا خذيت مثلا طبشوره ولونتها بلون ازرق وقلت هذا مثلا فياغرا زين. صح. بجد هذا باودر، خذيت باودر او خذيت مثلا حطيت الياف وحطيت منهم فياغرا، قلت هذا الدواء مقوي جنسي مش فياغرا شيء ثاني. او مثلا نيتر مثل ما تفضلت حطيت ماده عاديه يعني خامله وقلت هاي طول شعر وخذيت بعت منه بكميات هائله، وبعدين ما يعطي بيقول لك بعطيك مثلا 3 شهور. خذ الناس خذوا الناس محتاجه هذا الشيء. او مثلا يقول تخسيس وزن واعطيته دواء التخسيس وفي دواء ممنوع اصلا طبيا ممنوع. صح. او موقف من طريق الاف دي اي وبدا ياخذه وبدا يصيب اشياء وفي تحصل وحصلت وفيات وحصلت اثار جانبيه بهالاشياء.
الشخص اللي يشتري من الانترنت هو لا يستطيع ان يقيم، لا يقيم الانترنت الويب سايت نفسه ولا ما يستطيع، ولا هو مؤهل انه يقيم هذا الشيء الويب، ولا اصلي ولا مو باصلي حتى لو ولا ولا مؤهل انه يقيم استخدام الدواء، ولا مؤهل انه يقيم الدواء هذا مثل ما فضلت اصلي او مغشوش او منتهي الصلاحيه. أكيد دكتور. بعد نقطة مهمة مثل ما أنت قلت، هو عبارة عن مسألة الوعي، إن الناس هو بس أنا أقول لك معظم الناس تسأل أسئلة تقول إذا الدواء مو بزين أو مغشوش أو منتهي صلاحيته أو مش مصرح فيه، ليش ينباع طريق التواصل الاجتماعي وما حد يأخذ عليهم، يعني ما في إجراء عليهم؟ من الجهة المسؤولة اللي يجب عليها أن تراقب مثل هذه المواضيع، وممكن أن توقف هذه الويب سايتات ولا توقف هذه الحسابات؟ مو بعرف دكتور، بس إنه يعني المسألة شوية محتاجة إلى وقفة يعني. صحيح. أول شيء طبعاً نأخذها بعد من جهات مختلفة. إحنا نتكلم عن جزء واحد. صحيح. اللي هو يبيع شيء مغشوش أو شيء منتهي الصلاحية أو بلد المنشأ خطأ أو إلى آخره، أو دواء ما فيه خامل. الجهة المعنية هي جهة اللي هي مشرعة وهي وزارة الصحة. صحيح. هي المعنية بإيقاف هالأشياء. هذا واحد. طبعاً وزارة الصحة ما تقصر. ما تقصر. يعني شغالة الموضوع وهذا. زين الجماعة يعني عاملين جهد كبير، لكن بعد أنا عندي اليوم ويب سايت انترنت مفتوح. صحيح. احنا مفتوح. صحيح. يعني التواصل الاجتماعي عالميا مفتوح. صحيح. اذا انت تكلم في الدولة اوكي، انا ممكن كوزارة الصحة مثلا هنا ممكن توقف، لكن صحيح. اذا عالميا توقفه كيف؟ توقفه عن طريق مثلا دخوله عن طريق المطارات او الموانئ او المداخل في الدولة ممكن ايقافه، لكن احيانا تعدي شحنات مثلا، والله ما كل شيء يعني ينتبه له الشخص، واحد والله يابه فيه هذا او بعثت عن طريق البريد أو يعني هربت بشكل يعني بشكل وصلت بالخطأ. صحيح. حتى ممكن. إذن الأجدر هنا دكتور أن يتم عملية توعية المجتمع بمخاطر هذه الأدوية، وهذا اللي نحن نسويه حاليا في هذه الحلقة. فالوعي لدى الفرد هو السلاح الأول لإيقاف مثل هذه الممارسات. صحيح. أكيد. الوعي هو الوعي، ويعني يجب أن المجتمع زين احنا نوصل للمجتمع، مش بس وعي، لازم اقناع المجتمع. يعني انا ممكن اجي واعطي مثلا اثقف المجتمع واقول له هذا خطا، بس اذا الشخص اللي امامي غير مقتنع بهذا الشيء. اليوم احنا يعني الدكتور تفاهم في هالمجال، وانت اخ محمود عارفه، اليوم الشخص لما عنده مشكله يبحث عن اي شيء، مثل الانسان غرقان ويبحث عن شيء يتعلق فيه. الشخص اللي عنده يعاني من مثلا مشكله سقوط الشعر او مشكله جنسيه أو إلى آخره، يبحث عن أي شيء يتعلم، حتى لو كان هذا مبهم. صحيح. مش يعني مستقبله، لكن مثلا يبغى يخسس نفسه، يضعف نفسه، هذا مبهم، هو يبحث عن شيء يمسك مثل القشة اللي يمسك فيها. هو ما يخسس نفسه، هو يخسس في نفسه. إيه. إيه. فشو يسوي؟ يبحث عن شيء يعني يتمسك فيه. صحيح. يمكن الـ يعني الـ النتيجة ما صفر، بس صح. هو يعملها أو ممكن تكون مضرة بصحته دكتور. إيه. يعني هذه مواد كيماوية واكتشفت أشياء. إيه. واكتشفت أشياء دكتورة قالت لي عن حالات كثيرة كانت للتنحيف. إيه. للتنحيف فيها أدوية بجرعات عالية، فيها هرمونات بعد اكتشفوا فيها جرعات عالية. صحيح. وقاتلة. صحيح. والأدوية كانت ممنوعة. صحيح. زين. اكتشفت أدوية جنسية فيها أدوية بجرعات عالية وممنوعة. صحيح. واكتشفت طبعا هذا اللي تكلمت عنه من زيت الزيتون، وهذا هذا موجود. هذا هم يبحثون عن اشياء مشاكل المجتمع اللي يعني المجتمع الكتله الكبيره من المجتمع ويسوق هذا. صحيح. واحد. لكن احنا بعد ادنى في ادنى بعد جزء ثاني اللي هو تداخلات في الكنترول ميديسن. صحيح. او في الادويه المخدره او تسبب ادمان. وتدخل باشياء وانت ما عارف هل هي فعلا هذه مواد صحيح طبية أو أدوية أو لا، هي مواد خاملة تباع كباودر. هاي جزئية. فطبعا المجتمع، احنا مو بس احنا نوعي المجتمع، يجب نقنع المجتمع. يعني اليوم احنا نشوف مسجات جينا عن طريق الويب واتساب تجينا مسجات دعاية كلها كاذبة. صحيح. عن السرطان وعن سقط الشعر وعن الأخير كلها كاذبة، وتم يعني التواصل بين افراد المجتمع بطريقه الواتساب، وبعدين يوصلون للشركه مثلا، تلاقي واحد من الشركه سوى الاعلان بشكل صحيح وهذا بشكل خاطئ.
جميل دكتور. يعني إذا القضية ممكن نختصرها دكتورة في بعض هذا، أن طبيعة الأدوية من تكون ملوثة أو فاسدة لا تعالج الحالة المرضية، تسبب في حدوث أعراض جانبية خطيرة مصنعة باستخدام كميات خاطئة من المكونات مثل ما ذكر الدكتور، لا تحتوي أي مكونات فعالة على الإطلاق، وأيضا تحتوي على خاطئة، ويمكن تكون مسألة التعبئة والتغليف صحيح. يعني بطريقة تصنيع خاطئ بالضبط. تصنيع خاطئ صحيح. وبدل المنشأ خاطئ والإيصال والتخزين خاطئ خاطئ فقدت فعاليتها بالضبط. إذن هناك سلبيات كثيرة لصيدليات الإنترنت إذا سميناها صيدليات. إحنا صيدليات الإنترنت إذا كان غير معتمد إذا معتمدة وهناك ليجل ما معتمدة هذا شيء ثاني نتكلم. لكن بعد لما تكون معتمدة، إحنا خدنا غير معتمدة، لما تكون معتمدة أنا كشخص عام يعني إنسان ما عندي مؤهل إن أنا إذا ما تواصلت مع الطبيب في الإنترنت أو في الصيدلاني وأخذت الاستشارة الطبية الصحيحة عنه لا يمكنني أن أستخدم دواء أنا مب لايسنس إن أنا استخدم دواء لنفسي او لاي واحد من افراد اسرتي او للمجتمع، لان انا لست الشخص يعني اذا كان الشخص مش المناسب انه يعالج الناس. في صحيح. ناس متخصصين لعلاج الاشخاص الناس، ففي ناس هم يعطون نصيحه لأخذ. ممكن واحد والله من ويب سايت معتمد وكل شيء وكتب لي دواء معين وقال لك هذا الدواء يعالج المرض هذا، لكن ما الحالة هاي نفسها الدواء هاي ما يناسبه صحيح. ما ممكن أنا مثلا والله أنا إذا تواصل مع نفس المكان ويب سايت هذا أو الإنترنت والطبيب اللي في هذا وفعلا عارف، وأنا أشوف بعد التشخيص ما بكون صحيح، لأن صحيح. الطبيب يجب أن يشوف المريض ويكشف عليه يعني وجها لوجه بحيث أنه يعطي يعني يتم تقييم المريض بشكل صحيح مو عن طريق التليفون صح. ممكن بس حالات بسيطة، بس أحيانا الطبيب يحتاج المريض أن يقيمه صحيح. أكيد مثل ما قلت دكتور علي هي مسألة وعي، فلما ذكرت أن الواحد ما يستوي يوصف لنفس الدواء، يعني أنا أشوف على الويب سايت إن هذا الدواء أحس إنه زين لحالتي، نفس الشيء لما إحنا نقول مرضى إحنا يعني في القطاع الصحي نقولهم لا تروح الصيدلية المعتمدة اللي فيها أدوية مرخصة ومعتمدة وتخزينها زين والأدوية أصلية وتأخذ دواء من غير وصف الطبيب، فكيف تأخذ من موقع من إنترنت؟ إذن دكتور علي في وقت نعم. مثلا ممكن واحد مثلا يقول والله هذا الدواء فاد ويا هذاك صاحبي هالنقطة زين صح وهذا صح. مثلا فاد وياه بفيد وياي أكيد. أو هذا الدواء فاد وياي أنا من سنة أكيد اليوم صحيح. بفيد وياي متغيرت حالتي أنا اليوم. لا والدكتور علي في ناس تقول أنا والله أخذ الدواء صار لي سنة مثلا نزل وزني أو نما شعري وما ما صار في أعراض جانبية، شو ممكن نقول لهالناس؟ طبعا يعني أنا ما أدري نتائج ما شفت النتائج هذا، بس حتى يقول مثلا ما صار في شيء اليوم ما صار في شيء صحيح. أنت ما تعرف في أشياء مخفية في المستقبل صحيح. في أمراض ما تبين اليوم مثلا سرطان صحيح. ما يبين اليوم زين بعض الأشياء وأنت أخبر مني دكتور ما تبين اليوم صحيح. تبين مستقبلا هذا واحدة. تساقط الشعر والله نمى شعري نمى شعره ما صار عنده حساسية ما صار عنده صدفية ما صار عنده إكزيما أكيد صح زين ما صار عنده شيء ثاني زين. فما أنا ما أتكلم يعني إحنا نتكلم إحنا ما نقول إنه مثلا والله هذا المستحضر سيء أو هذا جيد. إحنا أول شيء نتكلم إحنا الويب سايت اللي ما نتكلم عن الويب سايتات اللي هي معتمدة إنها تكون معتمدة، يجب تقييم حالة الشخص. ممكن شخص ينفع مع دواء معين بس ما ينفع مع شخص ثاني صحيح. فهذا مثلا والله الشخص خلينا ناخذ مثال دكتور واحدة حامل ما كانت حامل ممكن تاخذ ادويه معينه ممكن تاخذ اشياء صحيح. صارت حامل ما ممكن تاخذ اشياء صحيح. تقول والله انا كنت اخذهم ما في شيء اليوم صارت حامل ممكن ياثر على الجنين وممكن ياثر على فيعني هني من اللي يقيم هذا الشيء؟ الشخص المتخصص الطبيب طبعا طيب دكتور نحن نتحدث بعد عن المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه صايره تنصرف من غير وصفه دوائيه، وكان اتذكر عدد كبير من العملاء
دخلوا في مسألة أن كانوا يبعثون أكثر من مرة طرحنا هذا الموضوع، كانوا يتكلمون عن مسألة أنه ليش ما تمنعون المكملات الغذائية من دخول إلى الدولة. فقلنا لهم نحن الأساس أن أنواع الناس أنه ما يأخذوا مثل هذا المواضيع. صحيح. المكملات الغذائية تكتب عن طريق بعض الأطباء. المكملات الغذائية إحنا ما نقدر نقولها مو بزينة مش زينة، لكن إحنا بعد لازم نقول لأنواع المجتمع شيء واحد. إنه يا يعني فرد المجتمع تبي تأخذ مكمل غذائي، تبي تأخذ مادة عشبية هربل، ما في مشكلة، بس ارجع لطبيبك. صح. لأن العشبة اليوم اللي بتأخذها أو المكمل الغذائي ممكن يتفاعل مع حالتك الصحية، ممكن يتفاعل مع الأدوية اللي تأخذها، ممكن يزيد ممكن يقلل، ممكن يعمل آثار جانبية. فالطبيب أوكي مختص بيقيم الحالة. إذا الشخص هذا محتاج إلى مكمل غذائي معين أو عشبة معينة هربل معين، يعني إحنا ما نقول لا تدخل الدولة، لكن نقول يجب استخدام الأمثل. أكيد. ومن يستخدم الأمثل هو المن اللي يوصفها طبيب، اللي يوصفها أكيد. واللي يوصفها من هو الطبيب. فهو ممكن يعطيها لهذا. مثلا ممكن واحد يأخذ عشبة معينة ويأخذ عشبة ثانية ويأخذ دواء معين، زين دواء مثلا والله يخلي الدم يعني ميوعة الدم، ويأخذ العشبة زايدة الميوعة. صحيح. أعطيك مثال، عشبة اللي هي ورقة الديجيتاليس هذه فيها دايجوكسين. أوكي. زين الدايجوكسين لو ارتفع شوية الكمية ماله ممكن يذبح المريض. صحيح، يأثر على القلب. هاي عشبة لو فيه موجودة أشط، ولو إنها ما موجودة، بس لو موجودة في عشبة معينة خذ الورقة أو هذا وقال والله طحنها وخذ هذا فيها، مو هي هاي تذبحها تقتلها. زين فهذه واحدة شيء. فالأعشاب يعني ما ممكن أنت يعني ما ممكن أنا مثلا أوعي المجتمع يجب العشبة أو المكمل الغذائي يجب أن يستخدم استخدام الأمثل، هذا واحد. اثنين، يجب أن يكون هناك تقييم للمكمل الغذائي. التقييم يعني أن المكمل الغذائي لما أنا أي كمثلا شركة عندي وأقول أن مثلا والله هذا المكمل الغذائي يستخدم لكذا كذا كذا، يجب أن يقيم إيش صح ولا هذا خطأ. صح. يعني هل هذا التوعية أو الدعاية الإعلامية هذه صحيحة أم كاذبة؟ من هو اللي يقيمها؟ المسؤولين. صحيح. في الجهات التشريعية أو التنفيذية. جميل. إذن العقاقير الطبية مواد سامة خاصة المغشوشة هي أسعار منخفضة ومضاعفات قاتلة. صحيح. هذا باختصار سلاح ذو حدين يجب أن ننتبه إليه. نعم. دكتور نحن وصلنا لختام هذه الحلقة، ما نملك إلا نتوجه لك بالشكر على وقتك اللي قضيته معانا هني فيه، وأيضا على المعلومات وعلى الفائدة الكبيرة اللي طلعنا منها. يعني آخر كلمة باختصار دكتور، ماذا يجب أن نفعله مع تعاطينا للأدوية عبر الإنترنت؟ قبل لا أقول، أنا كنت شاكر لك أخ محمود وشاكر للدكتورة على استضافتكم لي، واستمتع لما أكون معاكم لأن أحس أن أنا مع أشخاص يعني واعين. زين، أتمنى المجتمع أكون دائما شيء بهالمستوى إن شاء الله. أتمنى من المجتمع أنه طبعا لا يعني يذهب خلف إعلانات وهذا وهمية، يجب أن يرجع إلى من هو متخصص في هذا المجال ليحافظ على صحته. جميل جميل. دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك. وأيضا مستمعينا يعني في مسح نشر يقول يعني 240 صيدلية على الانترنت تم التوصل إلى أن 41 صيدلة إلكترونية لا تقدم معلومات عن منتجاتها، وأوضح المسح أن نحو ثلثي المواقع تقدم بعض المعلومات، ولكن نوعية البيانات المقدمة على 53 موقع من بينها تفتقر بشدة إلى الجودة، ولم يقدم سوى 30 موقع في المسح الذي تضمن صيدليات إلكترونية في 13 دولة بينها الولايات المتحدة بريطانيا روابط لمواقع أخرى، قدم ما يقل
عن 30 موقع معلومات عن الأمراض، وباعت نحو 27 صيدلية إلكترونية عقار سانت جون وورد، هو عقار تكميلي لعلاج الاكتئاب البسيط، ولكن 3 صيدليات فقط حذرت من مخاطر تفاعله مع عقاقير أخرى للقلب والصرع ومنع الحمل. شفتي هالمواضيع كلها دكتورة؟ تفاعل جدا هذا واحد مثال واحد مثال واحد. عموما نحن وصلنا لختام حلقتنا، بغدا إن شاء الله عندنا مواضيع جديدة وبيكون عندنا مواضيع طبية كذلك ممكن نطرحها. فكل الشكر لك دكتورة ندى الملة. شكرا لك يا محمود، وأيضا الشكر للأخوة اللي عندنا في الكنترول، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.